زي ما قلت لحضراتكم في المقدمة، الفترة اللي جاية هنشارك جمهور النادي الأهلي معانا سواء من خلال التقرير، السوشيال ميديا، يمكن نعمل يوم كامل لجمهور الأهلي دائما خلال شهر مثلا، كل أسبوع كل أسبوعين هنقول لحضراتكم إيه اللي هيحصل. ولا إن شاء الله ده برضو هيكون من خلال فقرتنا، فقرة مهمة جدا، فقرة أنا الأهلي. في أنا الأهلي النهاردة عملنا تقرير مع حضراتكم مع الجماهير عشان نشوف الطموح، نسأل عن لعيبة النادي الأهلي إيه رأيكم فيها مع بداية الموسم بعد هذا الموسم الاستثنائي. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير. وطبعا حلم البطولات والإنجازات لا ينتهي في القلعة الحمراء. والله طبعا هم عملوا موسم جميل جدا جدا الموسم اللي فات، والحمد لله خدنا بطولات متهيألي اللي اتحقق ده ما اتحققش قبل كده. فان شاء الله عايزين السنه دي ان هم يبذلوا مجهود اكتر من كده علشان خاطر مش عايزين نفقد اللي حصل ده وما يبقاش موسم استثنائي، يبقى ده العادي بتاع الاهلي. احنا النادي الاهلي ده رقم واحد واحنا عايزين نكمل على كده ان شاء الله. نحب طبعا نوجه رساله للاعيبتنا الحلوين وربنا معاهم ويبداوا موسم جميل باذن الله على تعبهم السنه اللي فاتت والمجهود اللي اتعمل. وباذن الله ربنا يوفقهم بقى الموسم الجديد بتعبهم طبعا، وكل اللعيبه بدون استثناء بنشكرهم على التعب بتاعهم، وكل حاجه باذن الله هتبقى حلوه في مع الجمهور، والجمهور بيشجع وبيحبهم جدا جدا جدا. بحب اشكر كل اللعيبه واشكر الجهاز الفني على المجهود الرائع اللي تم خلال الفتره اللي فاتت، وكل اللي بتمناه الفترة اللي جاية إن شاء الله إن هو يبقى فيه مزيد من المجهود ومزيد من التعب عشان إن شاء الله نحقق أحسن مراكز عن الفترة اللي فاتت أو الإنجازات اللي تمت خلال الفترة اللي فاتت. أحب أوجه رسالة للاعيبة النادي الأهلي إن أنتم إن شاء الله قادرين على تحقيق المزيد من الإنجازات ومن البطولات، وأنتم حققتوا رقم قياسي الموسم ده، تحقيق بطولة أفريقيا وبطولة الدوري والسوبر والكاس، وإن شاء الله هو زي ما تعودنا جيل بيسلم جيل على مدار تاريخ النادي الأهلي. أولا بنحييهم على الموسم اللي فات اللي كان كله بطولات وإنجازات، وده اللي احنا بنستناه من لعيبة الأهلي، ولسه مستنيين أكتر. يعني احنا مش هنشبع، لسه مستنيين كاس العالم، أقل حاجة برونزية احنا لسه مستنيين تاني وأول، بالذات مع الدوري السعودي والسنه الجايه كاس عالم في السعوديه هنلعب الفرق السعوديه، فاحنا مستنيين ان احنا نوري ان احنا قد ان احنا نخش وننافس، وان شاء الله الموسم الجاي واللي بعده كله برده نجاحات يعني وبطولات وكاس عالم بقى. طبعا بتمنى للعيبه التوفيق ان شاء الله الموسم الجديد، وان شاء الله احنا منتظرين موسم استثنائي اخر زي الموسم اللي فات، ان شاء الله يبعد عنهم اصابات ويرجع لنا بقى اكرم توفيق يكسر الدنيا ان شاء الله، وامام عاشور طبعا اضافه قويه للفريق، ومستنيين طبعا المهاجم الجديد بقى.